سلام، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نقوم بإنشاء فايل جديد Project New File JavaScript. في هذا JavaScript سوف نتعلم عن les fonctions JavaScript. Voilà, c'est un petit rappel على واش تعلمنا في دورة تعلم لغة JavaScript. Donc, OK. دونك هنا الدرس الاول تعرفنا كيفاش نكريو لي فاريابل لي زوبجي دونك لي فونكسيون. هنا نحتاجو هذا الكود باش نربحو فيه وقت. نديرولو كنترول سي كنترول في. دونك هنا student info ايكال فوالا هذا لوبجي الاولاني. بعد ابري نحتاجو باغ اكزومبل ستودنت او بيان انفو شنو انفورماسيون كوم سا. نجيو دوزيام ستودنت هنا سي جوست نبدلو هنا نخلوه كما راه هنا نبدلو هنا هنا نرجعو موح باغ اكزومبل ايشي نبدلو هذا نرجعو موح كوم سا نسجلو بيا. دونك حنا لوبجيكتيف تاعنا في هذا الدرس كيما قلنا لي فونكسيون. لي فونكسيون حنا باش نديكلاريو اون فونكسيون سي جوست نكتبو فونكسيون نعطيوها النيم غادي ديسبي ديسبي ان يعني ديسبي لاي ان. هذه ديسبلاي ان ما تستقبل حتى بارامتر والداخل واش تعمل هذه ديسبلاي ان تعمل نداء لمن تقوم ب هذه لا فونكسيون تقوم بانشاء ب يعني بعرض معلومات الخاصه بالشخص او بالستودنت نيميرو 1 اللي هو احمد. كونسول دوت لوغ وننتريسيو على الايميل باش يعني نركزو ونحبو نافيشيو الميل نتاع احمد. دونك ستودنت انفو ا دوت ميل فوالا. دونك هذه لا فونكسيون قامت بعرض الميل تاع احمد اللي هو الميل تاع احمد اللي هي اتريبي موجوده في الفار في لوبجي انفورماسيون تاع ستودنت ا. نفس الشيء بالنسبه ل هنا سي جوست لا فونكسيون نيميرو 2 باغ اكزومبل سميوها 2 بدلو الاسم 1 2. هنا تافيشينا باغ اكزومبل فيرست نيم مي سي با دو 1 سي تاع موح فوالا كوم سا فوالا. دونك هادي هي لا فونكسيون. دونك هنا عندنا دو زوبجي لا فونكسيون الاولى تعيط للميل تاع لوبجي 1 وهادي تعيط للفيرست نيم تاع لوبجي 2. نيكزيكيتيف دونك هنا مازال شوف هنا كون نشوفو اكزيكيتي لنا الكود نيميرو 1. هنا نحبو الكود نيميرو 2 باش نديرو الكود نيميرو 2 هنا سي جوست كليك دروات ايسي ران فوالا اهو هنا تبدلت. هنا ما كان حتى افيشاج ما افيشتنا حتى شيء. دونك علاش؟ باسكو حنا كرينا دو زوبجي كرينا دو فونكسيون ما درنا حتى نداء لي فونكسيون. سي بور سا هنا نجيو هنايا نديرو ديسبلاي فوالا ديسبلاي ان يعني انت ولك الخيار قداش من مره انت تحب ان او تريد ان تعمل ابل لهذه لا فونكسيون. باغ اكزومبل هذه نعملو لها 3 فوا اي لوتر نعملو لها اون سول فوا 2 نعملو لها اون سول فوا. سجلو النتائج تاعنا ونشوفو الريزلتا فوالا كيما رانا نشوفو هنايا. كبروا هذا هنايا شويه كيما رانا نشوفو هنايا. هنا 3 فوا اللي هي هذه 3 فوا عيطنا لا فونكسيون هذه وهنا افيشتنا النيم موح اللي هي هذه ان سول فوا. دونك هذه هي هذا هو المفهوم لي فونكسيون في جافا سكريبت.
يعني نقدروا نقولوا في النود جي اس، باسكو النود جي اس راح يستعمل هذا المفهوم تاع الجافا سكريبت الى درس اخر ان شاء الله.